للحديث أكثر عن الصراع بين الميليشيات على نتائج الانتخابات والتصعيد الحاصل أمام المنطقة الخضراء منذ يوم أمس، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء بالأمس والتصعيد الذي رافقها اليوم، والتي من أبرز عناوينها ومواصفاتها أنها صراع للميليشيات على النفوذ والسلطة، الكاظمي يأمر بتشكيل اللجنة لمتابعة ما جرى في الخضراء. هذه اللجنة في من ضمن عضويتها وعلى رأسها أمن الحشد، كيف تنظر إلى هذه اللجنة التي شكلها الكاظمي؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة الأحداث هذه يعني في حجمها الآن لم تأتي من فراغ. يعني أولا احنا توقعنا، وأيضا على يعني قناتكم الموقرة قبل الانتخابات، بأنه هذه المسرحية سوف تفضي إلى انقسامات كبيرة، وخصوصا فيما يسمى البيت الشيعي، لأنه صراعات كانت سابقة لأوانها الحقيقة بين التيار الصدري والكتل الأخرى، وخصوصا الميليشيات الولائية ويعني كتلة الفتح ودولة القانون من جهة أخرى. الحقيقة هذه يعني أيضا لن تتوقف عند هذا الحد، لذلك اللجنة التي شكلت هي مجرد يعني ذر رماد في العيون كما يقال، أو تهدئة الأوضاع لحين أن تأتي ما يعني من الأحداث ما هو أهم مما حدث بالأمس. لذلك إحنا لا نتوقع شيء كبير جدا، رغم أنه دخل فيها يعني جهاز أمن الحشد كطرف في التحقيق وغيرها، إلا أنه العملية أنا أعتقد مجرد من يعني أن تخوض في التفاصيل وأن تقر نتائج معينة محددة، إلا إذا طبعا جاءت الأوامر من إيران، من الولي الفقيه، بأن تسلك هذه الميليشيات سلوك آخر. وهذا كله يعتمد على منا إلى نهاية الشهر على مفاوضات فيينا المتعلقة بالنووي الإيراني والبالستية، الصواريخ البالستية، وتحجيم دور إيران. هذه الحقيقة هي دكتور حامد، قوة ما يسمى بالإطار التنسيقي هددت بالتصعيد ما لم تغير المفوضية نتائج الانتخابات، كيف تقرأ ذلك؟ لا، هو شوف النتائج هذه يعني المفوضية سوف لن تبت بأي شيء أعتقد ذو قيمة، يعني يغير من التقسيم الذي حدث المتفق عليه في عدد المناصب على الكتل الفائزة كما تسمى، والكتل الخاسرة يعني ممكن إسكاتها أو إقناعها بفتات من العدد من المقاعد، لكنه هذه لن تفضي أيضا إلى شيء مهم، لأنه الانقسام حدث ليس فقط من ناحية الأصائب وحزب الله والمعتصمين أو المحيطين بالمنطقة الخضراء، وإنما يعني الشرخ كبير جدا، وأنا أسميه الانقسام اللي حدث الآن أو التشظي، أخذ طابعين، الطابع الأفقي والطابع العمودي. يعني العمودي أنه بالقيادات هناك يعني انقسام شديد في التحالف الشيعي، وأيضا الأفقي يعني حتى في داخل صفوف هؤلاء أيضا حدث تململ وتناقض بالمواقف واضحة، أنه ليس جميع منتسبي الحشد ولا عوائلهم صوتوا لمرشحي الميليشيات الولائية. فهو سبقة نتائج الانتخابات هناك انقسام، هذا الانقسام تجسد الآن، يعني اتضح أكثر بأنه البيت الشيعي خصوصا جمهوره يعني رفض هذه القيادة، هذه قيادة طفيلية فاسدة، لذلك مرفوضة الآن ليس فقط على صعيد القيادات، وإنما أيضا على صعيد ما يسموهم القاعدة الشعبية للبيت الشيعي الذي انعزل عن القاعدة هذه. هناك تحريض علني من قيس الخزعلي، كيف تقرأ هذا التحريض من قادة الميليشيات؟ هل له انعكاسات ربما على المشهد العراقي، على الصراع في على النفوذ، وخصوصا أن هناك سلاحا منفلتا في العراق؟ هو السلاح المنفلت يخيف بالتأكيد، يعني هو مثل ما يقال
يعني كالقنبلة الموقوتة تنفجر في أحيانا حتى بدون أن يكون هناك توقيت زمني لها، كانت تكون بخطأ، يعني خطأ بشري بسيط، ممكن أنه إذا لم يعني تتعقل هذه القيادات وتحتكم إلى الثوابت الوطنية إلى ما لا نهاية، وتقيم حقيقة السلم الأهلي، فهو هذا كله تأثير كبير جدا. لكن أنا أعتقد هناك أيضا عوامل كبيرة إقليمية ودولية سوف يعني مثل ما يقول يحددون من نشاط هذه الميليشيات الولائية وتقيدهم إلى حد بعيد، مثل ما حدث يعني بالأمس واليوم. أيضا هناك بعض الشخصيات اللي نسميها إحنا الفاعلة بالساحة السياسية الآن قدرت أنه تهدئ الأمور إلى حين، لأنه الانفجار هذا ممكن يؤجل لأسباب متعددة، منها أنه النتائج لم تظهر بعد نهائية، هذا كله مجرد عملية تسجيل نقاط وابتزاز ومحاولة لإثبات الوجود من طرف الخاسرين أكثر من ما الفائزين. لذلك أنا أعتقد الصراع سيستمر لكن بوتيرة مختلفة، وممكن أن تصاعد إذا إيران أمرت بأن الوضع بالعراق يجب أن بالفعل يتم التركيز عليه وتصدر أزمتها إلى داخل الساحة العراقية. هذا طبعا العامل المهم. العامل الأمريكي أيضا سوف يلعب دور، العامل العربي، العامل يعني الأمم المتحدة. هناك احتمالات كثيرة الحقيقة لا يمكن الآن إحصائها بمجرد أن دكتور، النتائج لم تتضح بعد. أحداث الأمس جاءت على خلفية ما أسموه الداعين لها بتظاهرات الفرصة الأخيرة. هل تحمل هذه التسمية نوعا من التهديد ربما بإدخال العراق بدوامة عنف لا تنتهي، يعني مثل ما تفضلتم أن هناك يعني عوامل إقليمية في هذا متحكمة بهذا الحدث؟ هم يعني الفرصة الأخيرة هذا تحجيم، يعني الحقيقة تفخيم إلى لدور هذه النتائج. طبعا النتيجة أنه هناك تحجيم من قبل الطرف الآخر، أنه لا يريدون تفخيم أو تكبير العامل هذا تضخيمه، لأنه القضية هي تعتبر قضية داخلية لحد الآن. لكن هو بالنتيجة أنا باعتقادي، وهذا أيضا واضح لكل يعني الجماهير العراقية اللي قاطعت الانتخابات، يعني أكثر من 85% هم لم يشتركوا بالانتخابات، ليست مقاطعة بس لكن رفض، كان رفض قاطع للعملية السياسية والطبقة السياسية الفاسدة والانتخابات برمتها والنظام هذا النظام المحافظة. لذلك أنا أقول هم الآن الصراعات هذه أيضا تندرج ضمن وجودهم، يعني قضية وجودية الآن لكل الأطراف هذه. لذلك أنا أقول الفرصة الأخيرة ليست لطرف دون طرف آخر، الكل يفكر بهذه الحقيقة، لأنه لو تحولت العملية من نظام محاصصة إلى حكم وطني الكل يحاسبون، الكل يحاكمون على ما ارتكبوه من جرائم وسرقات واختراقات حتى أمنية، لأنه هؤلاء الأشخاص الآن اللي يحتجون إذا هم منتسبين للحشد الشعبي فهذه مخالفة دستورية وقانونية، باعتبارهم يعني يكونون تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، يأتمرون بإمرة الحكومة وليس بإمرة الميليشيات، فهذه مخالفة دستورية وقانونية. زائد المخالفة الأهم إذا سمحت لي أكملها، المخالفة الأمن، وذولا دخلوا للانتخابات وهم من حملة السلاح، يعني هم أذرع لأحزاب، أذرع مسلحة لأحزاب، إذا ليس من حقهم أن يدخلون الانتخابات طبقا للمادة 9 جيم من الدستور العراقي. إذا هناك مجموعة مخالفات الحقيقة ارتكبوها، لذلك يتقاسمون هذه المخالفات فيما بينهم، بالنتيجة أنهم في سلة واحدة. أنا أعتقد مصير واحد، ولذلك يعتبروها الفرصة الأخيرة لكل الطبقة السياسية الفاسدة. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم.